السلام عليكم، معكم عزتين من مواليد مدينة الصويرة. حاليا كنسكن في الدار البيضاء، قبل ثلاثة ديال البنيات. يلا تزادت عندي واحد البنية، دابا تقريبا دابا شي 40 يوم عندها، وتزادت مسكينة مريضة، عندها شوية ديال الماء في الراس، وعندها شي حاجة في الظهر ديالها. هذا المرض كيتسمى سبينا بيفيدا، الصلب المشقوق. وانا في حاجه للعمليه، حيت مشيت عند الطبيب ديال الراس وقال لي عطاني رونديفو ديال 5 في شهر 10 على غدا ان شاء الله، باش نشوف البناج. وعندي نهار 24 في شهر 11 عندي السكانر ديال الراس باش يشوفوا واش كاين. المهم انا دابا ما عنديش وما في حاليش، وكنطلب منكم تساعدوني الله يجزيكم بخير. ما عنديش باش التكاليف ديال هذا الشيء كامل، وانا خدام هير كونسيرج في واحد الموبل هنا في الدار البيضاء. كنتمنى من الله ومنكم تساعدونا، والله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين. الحاله ضعيف وانا ولا ود باب الله، وما عنديش باش ما عنديش امكانيه باش ندير لها العمليه. المهم انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومنكم تساعدوا معايا وعاونوني، والله يعطيكم الخير، الله ييسر لكم اموركم، والله لا يضيع اجر المحسنين. وشكرا بزاف وسمحوا لي، بارك الله فيك.